سهرة هذه الليلة، يسرنا أن نستضيف الفنان الأستاذ سالم راشد الصوري. أهلا وسهلا يا أستاذ سالم. مرحبا أستاذ. في الحقيقة نحن سعداء بهذا اللقاء معك. متى الأيام تجمعنا قريبا قريبا. آخر أغنية غنيتها الآن في 1978، يا حلو يا جارة، يا حلو يا جارة. كلمات والحان، كلمات والحان، الحان يبدوه وكلمات، الحان وكلماتي. يا حلو يا جارة يا اللي منور الحارة، يا حلو يا جارة يا اللي منور الحارة، ليه قطعتي زيارة وخليتي القلب محتار، ليه قطعتي زيارة وخليتي القلب محتار. أستاذ سالم، في أغنية يا مركب الهند يا أبو دقلين، هذه أغنيتك طبعا. إيه نعم أغنيتك. نعم متى غنيتها؟ هذه غنيتها في سنة 52. طيب في أغنية على غرارها، وهي قد تكون يعني حقيقة ما يعني الصورة قد تكون ما واضحة بالنسبة لنا، اللي بيغنيها المطرب أو المطرب محمد عبده. نعم يعني هي، هل هي أغنية أخرى هذه من يعني أغاني خاصة فيه، ولا أغنيتك أنت هذه؟ هي هذه أخذ يعني الاسم فقط، مركب الهند أبو دقلين هذه. أخذها ك يعني عنوان لقصيدة. أي الموسيقى يعني أغنية، وما أخذ منها هو شيء. اللحن غيره شيء ولا لا؟ ها؟ غيرت اللحن ولا نفس اللحن استعمله؟ لا، فيه خلط منه هو فقط، أخذ يعني كلمتين ثلاث كلمات منه، لأنه يبوي مركب الهند أبو دقلين، فهي نفس القصيدة روحها هي دي مركب الهند أبو دقلين، فهو هذا مركب الهند أبو دقلين هناك يعني يقول أكتب على دفتك سطرين وهذه. زين احنا نبي نسمع اللحن الأصلي وكلمات الأصلية. يحيى عمر قالق في زين، يحيى عمر قالق في زين، سالك بمن كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خضب ابنانك، من شكلك حرز في حرزين، من شكلوا لك ومريانك، عليش يا ناقش الكفين، أسألك بحسنك وإحسانك. حد تعاونت مع أحد فنيا يعني حد من المطربين العرب أن ألفت له ولا لحنت له ولا؟ نعم، في مثل محمد زويل أعطيت ألحان، عبد الله فضالة أعطيت قصيدة موجودة عندكم في الإذاعة، بالراشد يقول من حب الغواني حاليات الريق والمسلم، قصيدتي والحلي. في مطربات مثل سلوينة غنت لي أغنيتين، أنا أعطيت فلوس أعطيت قيمتها. طاف على الهوى ويطاف علي في الحديد الكفان نروس الشاي. في نهاية هذه السهرة لا يسعنا إلا نشكر الفنان الكبير الأستاذ سالم راشد الصوري، وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.